من صفاء الشواطئ الساحرة إلى تشويق العروض المباشرة، ومن جمال التلال إلى صيحات السباقات، مناظر الطبيعة مع التصاميم البديعة، مستوى الخمس نجوم ومرح عائلي يدوم، حيث الهدوء والسلام تارة تليها متعة السرعة الجبارة. احجز عطلة أحلامك لأوقات لا تضاهى. جزيرة ياس، أهلاً بروعة الحياة مدى الحياة. وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز قد زار الأزهر الشريف ومؤسساته، وأعلن تبرعه على نفقته الخاصة ببناء المرحلة الثانية من مدينة البعوث الإسلامية بعد وضعه حجر الأساس للمرحلة الأولى للمدينة، التي من المتوقع أن تستوعب أكثر من 40,000 طالب وافد. وكان الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز قد تبرع بتكلفة المرحلة الأولى.